أعزائي الطلاب، أعزائي متابعي منصة دمشق التربوية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم المدرس نضال الخلف من ثانوية جميل صليبة في درس في مادة اللغة العربية في الصف الثاني الثانوي قواعد اللغة بعنوان المقصور والمنقوص والممدود. لدي مجموعة من الطالبات والطلاب سنتعرف عليهم. تفضل. وليا مهبة، مشلين سلوم، رولا وسوف، نتالي فلوم، سامر صباغ، سارة العودة، راما الشيخ، لين نصر الدين. أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي الأعزاء. طبعا سيقوم طلابي الأعزاء بشرح هذا الدرس. نبدأ أولا مع طالب ولي. تفضل يا ولي. سنبدأ بالأمثلة الآتية. قال ابن زريق: كأنما هو في حل ومرتحل موكل بقضاء الله يذرعه، وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحى وأدمع مستهلات وأدمعه. عسى الليالي التي أضحت بفرقتنا جسمي ستجمعني يوما وتجمعه. والمثال الأخير: وقال ابن المقرب: واهن لها من ليال لو تعود كما كانت، وأي ليال عاد ماضيها. لدينا مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: بين نوع الأسماء قضاء ضحى الليالي وفق الأعراب والبناء. الأسماء جميعها معربة. صحيح. لاحظ أن الاسم قضاء انتهى بهمزة وجاءت قبلها ألف، هذه الألف زائدة أم أصلية؟ الألف زائدة. صحيح. نسمي قضاء اسما ممدودا، اذكر السبب. لأنها انتهت بهمزة سبقت بألف زائدة. استخرج من البيت الثاني اسما مختوما بألف لينة. ضحى. صحيح. ممدود الاسم المنتهي بألف لينة أم مقصور؟ صور. بما انتهى الاسم الليالي في البيت الثالث وما حركة ما قبل آخره؟ رولا. انتهى بيا وحركة ما قبل آخره. صحيح. ما الذي طرأ على كلمة ليالي عندما جاءت نكرة منونة في البيت الرابع؟ حذفت الياء. إجابة. السؤال الأخير: ماذا أسمي الاسم الذي تحذف ياؤه في حالتي الرفع والجر عندما يكون نكرة منونة؟ اسم منقوص. صحيح. سننتقل الآن لما وصلت للإستنتاج التالي معي. الاسم الإستنتاج: الاسم الممدود هو كل اسم معرف آخره همزة قبلها ألف زائدة، مثال: قراء وسماء، بناء وصحراء. الاسم المقصور هو كل اسم معرف آخره ألف لازمة أو مزيدة، نحو: الهدى وعطشة. الاسم المنقوص هو كل اسم معرف آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، مثل القاضي والمحامي. والآن سنقوم بحط تطبيق تعزيزا على ما سبق. بين نوع كل من الأسماء الآتية معللة. النادي. سار. اسم منقوص مكسور ما قبله. فتى. اسم مكسور لأنه انتهى بألف لازمة. نساء. هو اسم معرب آخره وهو اسم ممدود آخره همزة وقبلها ألف لازمة. والآن سننتقل إلى الفقرة الثانية مع الآن سوف نتعرف على التغييرات التي تطرأ على الأسماء الممدودة والمقصورة والمنقوصة عند تثنيتها. سنقرأ بعض الأمثلة. قال عروة بن حزام: متى تكشفا عن القميص تغينا لي الضر من عفراء يا فتيان. قال بشار بن بر: قد سبح الناس من مسمي أبا عمر فهل ربعت على تسبيح قراء. قال حليم مطران: وعينان سوداوان ينهل منها ضياء كمسكوب الرحيق المشاشع. سماوان من عزد وتألق نطاولهما ببنائنا من شموخ وإبداع. آخرا قال الحطيئة: قلت إدعي وأدعو إن أنت لصوت أن ينادي داعيا. عفوا يا مشلين، فقط كلمة الفتياني. تابع. شكرا لك. سأطرح بعض الأسئلة على هذه الأمثلة السابقة. الأول، السؤال الأول: إلى ما ردت الألف الثالثة في كلمة فتى عند رؤيتها في المثال الأول؟ ردت إلى الياء. أصلية الهمزة في كلمة قراء في المثال الثاني أم زائدة؟ وهل يطرأ على همزتها تغيير عند التثنية؟ تفضلي نتن. أصلية ولا يطرأ أي تغيير. أصلية الهمزة في كلمة سوداء أم زائدة وإلى ما قلبت عند التثنية في المثال الثالث؟ تفضلي سارة. زائدة قلبت إلى واو. صحيح.
السؤال الرابع، عما انقلبت الهمزة في كل من سماء وبناء في المثال الرابع؟ تفضل يا بنا. في سماء الهمزة قلبت واو، وفي بناء همزة أصلية بقيت على حقيقة. أما السؤال الخامس، فما الذي جاز في هذه الهمزة عند تحويل كل من الاسمين إلى مثنى في المثال الرابع؟ من يجيب؟ تفضل يا الحالة الأولى أن تقلب واو، والحالة الثانية أن تبقى على حالها. السؤال الثالث، عفوا لو سمحتوا، كلمة بناء أليس كذلك؟ بناء، بناء هي من بنى يبني. يبني. واضح؟ فهنا هنا يجوز الوجهان. واضح؟ عند التثنية. تابعي؟ يعني أن تبقى على حالها أو أن ترد إلى أصلها. تابعي يا مشي. السؤال الأخير وهو، ما الذي رد إلى كلمة داع عند تثنيتها في المثال الخامس؟ تفضل سمو. ردت لي على المحذوفة. صحيح. والآن نستنتج من كل ما سبق ومن هذه الأسئلة والأمثلة القاعدة التي تقول أو عند تثنية كل من المقصور والمنقوص والممدود. المقصور ترد ألفه إلى أصلها عند التثنية إذا كانت ثالثة، مثال عليها فتى، فتيان، عصا، عصوان، وتقلب ألفه ياء إذا كانت فوق الثالثة، مصطفى، مصطفيان. أما الاسم الممدود فتبقى همزته على حالها إذا كانت أصلية، مثال قراء، قراءان، وتقلب واوا إذا كانت زائدة للتأنيث، مثال صحراء، صحراوان. ويجوز فيها الأمران أيضا إذا كانت منقلبة عن واو أو ياء، مثال عليها كساء، كساءان، وكساوان. أخيرا الاسم المنقوص ترد ياؤه إذا كانت محذوفة لرفع أو جر، مثال هادن، هاديان. وننتقل إلى التطبيق مع زميلتنا سارة. تطبيق احمل الشغل بما يناسب. الاسم هدى، نوعه رام، مقصورة، مثنى منه هدايا، تغيير الحاصل رد الألف إلى أصلها. الاسم عصا، وليام، نوعه مقصور، مثنى منه عصوان، تغيير الحاصل عند التثنية، ردت الألف إلى أصلها. كبرى، ما نوعه، نتلي، مقصور، مثنى منه كبريان، تغيير الحاصل عند التثنية، تقلب بالألف إلى ياء. خباء، ما نوعه، صوما، ممدود، مثنى منه خباءان، تغيير الحاصل عند التثنية، لا تغيير لأن الهمزة أصلية. حسنى، ما نوعه، مش رولا، ممدود، مثنى منه حسنى، واو، حسنى واو، والتغيير الحاصل عند التثنية تقلب بالألف واو لأن همزة للتأنيث. وادي، نوعه، مشين، واديان، مثنى منه وادي عفوا، هو اسم منقوص، المثنى منه واديان، وتغيير الحاصل هو ترد ياءه المفعول. والآن نكمل الدرس مع رولا. المرأة سوف نتعرف عن كيفية تجميع كيفية جمع هذه الأسماء. لدينا بعض الأمثلة. قال الشاعر نديم محمد: والمجد نحن بناته الأعلون، لا زيد وعمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الخاطئين التوابون. يا بنيتي عفوا، خير الخطائين التوابون. خير الخطائين التوابون. نعم. قال إبراهيم توقان: رقد الكون غير تلك العيون في السماوات ساهرات الجفون. قال كثير العدة: ولم يبلغ الساعون في المجد سعيه، ولم يفضلوا اطلاله في الأقارب. وأما الآن لدينا بعض الأسئلة. السؤال الأول، لاحظ أن كلمة الأعلون في المثال الأول تدل على جمع مذكر سالم، ردها إلى المفرد ثم بين ما طرأ عليها من تغيير. راما، المفرد الأعلى، والتغيير الذي طرأ عليها هو حذف الألف. أما السؤال الثاني، الهمزة أصلية في كلمة خطة، هل طرأ عليها تغيير عند جمعها جمع مذكر سالم في المثال الثاني؟ وليام، لا تغيير، بقيت الهمزة على حالها. السؤال الثالث، إلى ما تحولت الهمزة المنقلبة في كلمة سماء عند جمعها جمع مؤنث سالم في المثال الثالث، وما الوجه الآخر الذي يجوز أن نتعامل به؟ تصبح سماءات، ويجوز فيها الوجهان أي سماءات وسماوات، وذلك لأن الهمزة منقلبة عنها. السؤال الرابع، ماذا حدث للإسم المنقوص الساع عند جمعه جمع مذكر سالم في المثال الرابع؟ الساعون، الساعين، بتصير تحذف الياء. وأما الآن فنستنتج هذه القاعدة مع نبيل.
نستنتج جمع كل من المقصور والمنقوص والممدود. اولا المقصور تحذف ألفه وتبقى الفتحة دليلا عليه، مثال مصطفى مصطفون أو مصطفين. الممدود تبقى الهمزة على حالها إذا كانت أصلية، مستاء مستاءون، وتقلب واو إذا كانت زائدة للتأنيث، صحراء صحراوات. ويجوز فيها الأمران إذا كانت منقلبة عن واو أو ياء، مثال سماء سماءات أو سموات. وأخيرا المنقوص تحذف ياءه الداعي، تصبح الداعون أو الداعين. ننتقل إلى التطبيق. اجمع كل من الأسماء الآتية: مستدعى، مشرين، مستدعون، صحيح، ضياء، راما، ضياء، شوهاء، مريم، شوهاوات، كيساء، صومة، كيساوات، وأخيرا راجن، سارة، راجن. إذا ما جمع، عفوا لو سمحتوا، ما جمع كلمة شوهاء يا وليا؟ ما جمع كلمة شوهاء؟ شوهاوات. نعم أحسن. لأنها منقلبة. نعم منقلبة. صحيح. ننتقل إلى التقويم النهائي. نعم. أكمل الجدول بما يناسبه. الاسم روحة، ما نوعه؟ سارة مقصود. ما المثنى منه؟ رحيان. وما الجمع منه؟ روحات. وما التغيير الحاصل عند التثنية والجمع؟ عند التثنية بدأت الألف في أصلها، وعند الجمع تحذف الألف. الاسم التالي مها، ما المثنى منه؟ شيرين. هو هو اسم مقصور. نوعه؟ تابعي تابعي. نعم المثنى منه. المثنى منه مهوان. الجمع مهات. التغيير الحاصل عند التثنية وعند الجمع؟ عند التثنية ردت الألف في أصلها، وأما عند الجمع فهي تحذف. الاسم فضلة، ما نوعه؟ ويليام. مقصور. وما المثنى منه؟ فضليان. وما الجمع منه؟ فضلات. وما التغيير الحاصل عند التثنية وعند الجمع؟ في المثنى تقلب الياء، وفي الجمع تحذف ويستعاد عنها بالفتحة. صحيح. هناء، ما نوعه؟ لين. هو ممدود. وما المثنى منه؟ هناء. وما الجمع؟ هناءات. وما التغيير الحاصل عند التثنية وعند الجمع؟ لا يحدث تغيير. الاسم التالي بيداء، ما نوعه؟ مشلين. هو اسم ممدود. ما المثنى منه؟ بيداوان. وما الجمع منه؟ بيداوى. وما التغيير الحاصل عند المثنى وعند الجمع؟ عند التثنية والجمع قلبت الهمزة واو، وذلك لأنها زائدة للتأنيث. الاسم التالي نداء، ما نوعه؟ نتالي. ممدود. وما المثنى منه؟ نداءان أو ندايان. وما الجمع منه؟ نداءات أو ندايات. وما التغيير الحاصل عند التثنية وعند الجمع؟ يجوز الوجه. صحيح. الاسم ولا، ما نوعه؟ سارة ممدود. وما المثنى منه؟ ولايان أو ولاءان. وما الجمع؟ ولايات أو ولاءات. وما التغيير الحاصل عند التثنية والجمع؟ يجوز الوجه. صحيح. والاسم الأخير بان، ما نوعه؟ سومر منقوص. وما المثنى منه؟ بانيان. وما الجمع؟ بانيات. وما التغيير الحاصل عند التثنية وعند الجمع؟ عند التثنية عادت الياء المحذوفة، وعند الجمع لم يحدث أي تغيير. والآن ننتقل للسؤال الثاني. سوم. اقرأ البيت العالي ثم أجب. قال سليمان لعيسى: أتى جلاء الغاصبين يشلهم ذعرا من الآتي من البركان. السؤال الأول: استخرج اسمين منقوصين ثم ثنيهما واشرح التغيير الذي أصابهما. نتلي تفضل. أول شيء آتن والآتي. التثنية آتن آتيان، وعودة الياء المحذوفة، وفي الآتي الآتي آتيين، ولا يحدث أي تغيير. السؤال الثاني: ثني اسم جلاء مع التعليل. جلاوان أو جلاء؟ جلاوان أو جلاءان. والتعليل أن الهمزة منقلبة عن ما، فيجوز الوجه. إذن في نهاية الدرس أشكر طلابي وطالباتي الأعزاء على أدائهم الرائع والنقطة لهذا الدرس، وشكرا على متابعتكم. مع أطيب الأمنيات لكم بالتوفيق.